سي رشيد كيف شاف الجميع وكيف شفنا وكيف شفت الانتصار ديال الكوكب مراكش امام الجيش الملكي بجوج لواحد. الانتصار كان في الوقت المناسب من بعد ما التغيير ديال الاداره التقنيه بزاف ديال الحويجات. يونس نتحدثوا على المباراه وهذا الانتصار واش تيشكل لكم كمجموعه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. حنا كانت عندنا تربص في مدينه الدار البيضاء لمده اسبوع، كنا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه لاننا دخلنا في واحد الازمه ديال النتائج السلبيه بحكم ان نقطه واحده في ثلاثه المقابلات. كان لازم اننا نحققوا نتيجه ايجابيه، الا ما ربحناش نحققوا على الاقل تعادل. دخلنا المقابله عازمين باش نقدموا مقابله كبيره، للاسف تسجل عندنا الهدف الاول، ما حطيناش يدينا، دخلنا الرميطه الثانيه عازمين باش نحققوا تعادل على الاقل. تحقق لنا التعادل والحمد لله في اخر انفاس المقابله سجلنا هدف الفوز اللي نتمناو من هذا الانتصار، يعطينا واحد الحافز كبير ان شاء الله وتكون هذه انطلاقه ديال كوكب مراكش. نتمناو من الجمهور يحضر معنا في المقابله الاخرى ان شاء الله، لاننا عازمين باش نعاودوا نردوا الجمهور وردوا الفرقه المكانه ديالها الرسميه، المكانه ديال اللي ما تستحقش تكون في هذه المراتب الاخيره. ان الكوكب مراكش فريق كبير وخصو يلعب المراتب الاولى، وحنا كنوعدوا الجمهور غادي نديروا اللي في جهدنا وهو يجي يعاوننا والكمال على الله.